السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي وخواتاتي، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد، موضوع جديد مع فيصل المدن. الموضوع متعلق بالناس غير نظاميين غير شرعيين اللي هما عايشين هنا بديار إسبانيا، كذلك جزر الكناري، كذلك لاس بالماس والعديد من المناطق هنا من إسبانيا. بطبع الحال الموضوع بين من العنوان ديالو إنسان غير مهاجر، المهاجر غير الشرعي اللي تلقاه البوليس، شنو تيوقع وشنا هي الوضعية النفسية اللي تكون فيها هذا المهاجر غير الشرعي؟ واش يكون فيها الطرد أو الترحيل؟ هناك فرق ما بين الطرد والترحيل. وشنا هي العوامل اللي كتخلي الإنسان يمشي بيديه برجليه حتى لعند البوليس؟ ونقدموا بعض النصائح لله في سبيل الله باش الإنسان ما يطيحش بعض الأغلاط وما يكون فيها لا طرد ولا ترحيل. قبل ما نطرقوا صلب الموضوع كما جرت العادة، مرحبا بالناس الجدد اللي دخلوا معنا في القناة، مرحبا بكم كاملين، القناة قناتكم. كذلك ما ننساوش المجاهدين المحاربين لهذه القناة فيصل المدن، الجيش لقناة فيصل المدن، كتعاونا بلي لايك بلي بارتاج وبالتعليق البناء والغير البناء كذلك. خوتي وخواتاتي اللي كنتو كتشوفوني في هذا الفيديو لأول مرة، ما عليكم إلا أنكم تابوناو تشاركوا في هذه القناة هذه، مرحبا بكم جميع، مرحبا بكم كاملين، وتفعلوا واحد الجرس صغير باش انه يوصلكم كل فيديو جديد كنحطوه على القناة، وكثروا من لي لايك كذلك او ديزلايك. النقد البناء مرحبا به، الغير البناء مرحبا به حتى هو، النقد البناء شي غير البناء مرحبا بكم، وذلك فضلا وليس امرا. ندخل معكم في الموضوع باش ما نطولوش عليكم هذا الفيديو. تصوروا العديد من المهاجرين غير النظاميين، بطبيعه الحال انا كندوي وعندي حرق على هاد الناس هادو، تنقولهم مازال تنعاودها. شي نهار لا قدر الله كيشدو من البوليس، بوليسيان ناسيونال، من بعد كيشدوهم كيديهم يعني تيديرو معاهم تحقيق، وفي داك التحقيق توقع التبصام. من بعد التبصام شنو تيوقع؟ واش كاين الترحيل؟ الطرد. واش كاين الطرد فعلا؟ انا كنهضر على الطرد، لاقاش كاين فرق ما بين الترحيل والطرد، والعلم الناس يدويو على الطرد ما كيدويوش على الترحيل. وشنو هي العوامل اللي كتخلينا على ان هاد البوليس هادو يجدونا؟ تصوروا معنا، كاين العديد من العوامل. هناك واحد العامل ان انسان تيدير جرائم هو غير شرعي، شي نهار انت غادي في الشارع ما لابسش مزيان طبيعي الحال تيوقفوا عليك، شي نهار تيشوفوك في واحد المكان مشابه به طبيعي الحال، شي نهار تيقبطوك وانت خدام غير قانوني تيلقيو عليك القبض. وهناك العديد من العوامل باش انكم تجدوكم. تصوروا معايا شدكم لاول مره، لاول مره هي ايها المهاجر غير النظام، اول مره كتشد شنو تيوقع؟ تهزوكم، تيسولوكم بعض المعلومات ديالكم الشخصيه، كتمشيو معهم الكوميساريه طبيعي الحال كيوقع واحد التحقيق. فهاد الحاله هادي كاين ناس كتدب بل يعني السيرة الذاتية ديالو، شكون هو، الهوية ديالو. كاين واحد الناس عندهم واحد الفكرة غالطة تيبقاو يتهربوا، ما تيبغيوش يعاودوا على الهوية ديالهم البوليس. وفي كلتا الحالتين كاين واحد الفرق، كاين واحد الفرق الخوت، ما بغيتكمش تصيدهم. والغريب في الأمر أيها المهاجر غير النظامي، فاش نهار يوقف عليك البوليسي ويوقف معاك ويهضر معاك، على الاقل خاصك تهضر معاه باحترام، باحترام. علاش؟ ربما ما تقدرش انت لا ما بغيتيش توصل لك المرحله ديال انه تمشي مع الكوميساريه، ما توصلهاش باللباقه ديال اللسان. وحلاوه اللسان والاحترام والاخلاق البناءه، ماشي انه يوقفوا عليك بعض العوامل اللي كتخليكم تطيحوا في الفخ، تيوقف عليكم عليك البوليسي تهضر معاه تشولو، كتهضر معاه بلا انت عايق، بلا انت فايق، ولا شرب شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا واكل شي حاجه ماشي هي هذيك، كتبقى تعيق عليهم. في هذه الحاله كطيح راسك واحد المأسق خايب. من بعد ما كيديونا هاد الناس المهاجرين غير شرعيين، من بعد كيديهم الكوميساريه بطبيعه الحال كيبصموهم، تيبصموهم ياك ب10 ديال الصبيحة، تيتلصوا لكم يديكم بالمندال كتبصموا وتبحثوا على الهويه ديالك. واخا انت تتكذب ما بغيتش تعطي الهويه ديالك، راه هما من خلال التبصر راه كيعرفوك شكون انت،
فوق كيطلعوك شكون انت. هذا من جهه. من جهه ثانيه شنو تيوقع في هذه الحاله هذه من بعد ما تيبصمكم؟ واش هناك طرد؟ يعني طرد او لا طرد كيجي من بعد. اول حاجه عند 72 ساعه اقصى حد باش تبقى في الكوميساريه. اما الا كانت عندك العائله كيجيو يضمنوك تيخرجوك، تيجيو تيضمنوك تيخرجوك مع راساتك سير في حالاتك انت معاهم، اولا دليتي بالهويه ديالك ومقر الاستقرار وكيعرفوا عليك بانك انت مستقر تما، عندك شهاده السكنه تما، هذه 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 طبيعي الحال تلقاوك تمشي في حالاتك، دويتي معاهم باللقبقه وبالحنانه وعرفتي كيفاش انك تسلك راسك، يعني حلاوه اللسان حتى اللسانيات كتلعب دور اخو ديالي، اما ديك العياقه والفياقه اسمح لي هذا المصطلح هذا ماشي من التعابير ديالي ما كتوصلكش، من بعد كيطيحوا لك كوارك بزز منك، كتمشي بحالات كذلك اقصى حد هو 72 ساعه. دابا من مور 72 ساعه واش كيوقع الترحيل ديريكت ولا ما كيوقعش؟ بطبيعه الحال تعطيك واحد الورقه كتسمى لا اكسبولسيون. اكسبولسيون اخوان اللي دوزوا هذه المرحله عارفين القضيه هذه. وكاينش داك الاكسبولسيون تمشي بحال الغياب؟ لا، الاكسبولسيون الا ما حكمش فيها القاضي وقال لك انت هز حوايج هز باكطاجك سير بحالاتك، راك انت مازال جالس تما كدير استئناف، كدير استئناف اما في هذه الحاله كدوز جلسه قضائيه اولا كيصيفطوك واحد المركز لمده ديال 60 يوم سي، يعني واحد السنترو انترينامينتو ديال الاكسترانخيروس، نتوما عارفين هاد المسائل هادي. ولكن ليكسبولسيون الطرد تنقولها مزال تنعاودها، الا ما حكمش بها الخويس يعني القاضي ما حكمش بها ما نطقش بها ما تزيدش فواحد الجلسه، خليني دوك الجلسات القضائيه، يعني القضائيه اللي كتكون فيهم احكام قضائيه وجنائيه و و هذاك هذاك موضوع، هذاك موضوع اخر. دابا كنهضر معاكم نتوما غاديين ما درتو والو، وقفوا عليكم البوليس شكوا فيكم لقاوكم خدامين شي منطقه بلا وريقات، تشبكتي مع شي واحد شي جار بالهضره كلام فاحش، وقفوا عليكم لقاوك واحد المقر ماشي هو هذاك، بطبيعه الحال كدوز واحد الحاجه تهدوك اكسبولسيون. اي باش تعرفوا القرار اكسبولسيون راه ماشي كيجي ويجي اكسبولسيون، لا راه حتى الناس اللي عندها الوراق طبيعي الحال راه في هذه الحاله كيدخلوا في مرحله الطرد، ولكن اللي عندهم قضايا جنائيه طبيعي الحال الانسان كيجمع حوايجو كيشوف حالاته هادشي معروف. من بعد الاخطاء اللي كنديروها تما اما كيجيك محامي ديال الدوله اولا كيجيك كطلب محامي ديالك تيسولوك كيسنوك واش بغيتي تهضر مع القنصليه ديالك، واش بغيتي تتواصل مع الناس ديالك، تعطيك واحد المكالمه هاتفيه مره واحده، واش عندك محامي ديالك، واش انت قابل للمحامي ديال الدوله. اول حاجه خصكم ديروه هو المحامي ديال الدوله اللي جا عندكم خصكم تاخذوا الترخيطه ديالو والمعلومات ديالو. الا داك المحامي تهرب ما بغاش يعطيك الترخيطات الترخيطه والعنوان المكتب ديالو التليفون ديالو، عرفوا داك المحامي ما يدير لكم والو بحال انت عنده زايد ناقص. وكاين المحامي ديال الدوله اللي كيعطيك، وداك المحامي ديال الدوله مخلصها الدوله بطبيعه الحال، وغالب المحاميين ديال الدوله راه كيتهربوا مع القضايا حقيقه. وكاين محامي الدوله اللي عطاك الترخيطه والمقر ديالو والهاتف ديالو باش انك تتواصل معاه وتمشي تعاود تستأنف وتجلس معاه باش تلقاو حلول وربما متبع قضيه عن ظهر كاتب يعني، وهذه 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 سي هذاك مزيان. شتو شي محامي ديال الدوله ما عطاكم عنوان ما عطاكم ترخيطه، يمكن لكم تشوفوا محامي خاص انه يقوم لكم بالقضيه ديال يهرس داك الاستئناف، يهرس داك الطرد. هذا ما كان الخوت. ما بين الاغلاط اللي كنطيحوا فيها الخوت شنو هي؟ اول حاجه ان الانسان جاي لاوروبا اللي تحسن وضعيه المعيشه، ما جايش باش انه يعربط ويتزعربط، داك التعربيط خليه انساه. اول حاجه لبسوا مزيان، كونوا تكون فينا الاناقه، تيقولك جوع قلبك ورقع صحتك، حتى الهندام الناس كتحترمك. حتى هنا راه الانسان تلقى ما عندوش هنا ولابس وغادي انيق وكذا الناس كتحترمو. حتى حلاوه اللسان واللباقه والاخلاق كتخليك محترم في المجتمع الاسباني. انا كنقول حتى لو وقفوا معاك البوليس راه كيعرفو كيفاش يتعاملوا معاك. تصوروا معايا ما يغرناش الشيطان شي بعض النهار نقولوا نديروا شي
ماشي ماشي مقر اللي فيه هي المشاكل، فيه الناس يتحش بزاف، قوه السكرات بزاف، قوه نمشي شي جريده فشي قنيطه مشبوهه، هاد المسائل هادي كتجيب لي مشاكل والصداع، نتهرب منها، ما عندي ما ندير بها، عندي ما ندير بها، يعني من باب النصائح، من باب النصائح. ولكن تنقولها وما زالت نعاودها، راه شي بعض المرات حنا المواجهين غير شرعيين تنطيحوا راسنا في الفخ برجلينا، شي بعض المرات كنقلبوا حنا على الطرد، شي بعض المرات كديروا شي فعال، شي فعايل، كنا كنديروا شي فعايل اللي ما عندناش اوراق، تنقول انت كتستحق الطرد. هذا من جهه باش انك القضيه ديال المحامي ديال الدوله، شوف محامي خصوصي وتستانف الطرف الطرد تستانف صافي، الامور كتمشي بخير. دابا ننصح واحد الناس الا هما عندهم طرد وداروا شي عمل اجرامي اخر، هذوك الناس تنقول لهم من لهنا شدوكم عندكم الطرد الاول وشدوكم عاوتاني الى شي عمل فاحش او اجرامي ولا هادي، عندكم الطرد بينكم محلولين باش تعرفوا شنو كاين. لهذا قاعدين الطرد خصكم تفادوها نتوما. من بعد عندكم واحد المواضيع هذوك الناس يقدروا يعني واحد الافعال اجراميه جنائيه، هذوك الناس بوحدهم ما ندويش عليهم، دابا ما ندويش عليهم، الله يرحم بهم عليهم، ما ندخلهمش. انا كندوي على الناس اللي هما عاديين جالسين في واحد المقر عادي كدير، ما دير شي عمل اجرامي وداك الكوميساريه، شنو خصك دير؟ هذا ما كان الخوت. خوتي وخواتاتي كل يحضر راسو والحاضر يحضر راسو باش الامور تمشي بخير وعلى خير. والناس ديال جزر الكانيل ولا سبارماس بطبيعه الحال تما ما تبقاش بطبيعه كيديهم بسموم كيقول لهم ليكسبولسيون تا هما وهادي وهادي، يمكن لهم يقوموا بهذه المرحله هذه. وكاين عمليه الترحيل، الترحيل هو فاش يجدوك يلا داخل اسبانيا عن طريق البحر كيجدوك ويرجعوك لبلادك، هذا تسمى الترحيل، هذاك الترحيل العوده الرجوع الى بلد الام بيه فيه ما كطولش 72 ساعه جاب حالتك. هذا ما كان اخوتي خواتاتي، ربما طولت عليكم لتقديم النصائح العامه. في الحقيقه انسان تيتفرغ ويدوي باش ان الناس ما تطيحش العديد من الاغلاط، اسمحوا لي بزاف باش تعرفوا الطرد شي بعض المرات حنا كنقلبوا عليه، شي بعض المرات بالافعال ديالنا والاقوال ديالنا هي اللي كتخلينا يديروا لنا عمليه الطرد. ولكن الطرد يمكن لكم تحيدوه، تشوفوا محامين في المستوى وتحيدوه وتعيشوا بخير وعلى خير. شكرا جزيلا على المتابعه، وربما اعطيتكم موضع شامل باش نطلبوا عليكم اخرى، شاركوا معنا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصل جديد وحتى الموضوع الثاني ان شاء الله باذن الله. واحبكم بالله والسلام عليكم.